Hello friends, النهاردة هناخد long division of three digit numbers by single number. So let's start with our first example. عندي 196 divided by 2 equals كام؟ طبعا الرقم كبير مش هعرف اعمل division عادي بالنظر. طيب هعمل ايه؟ قبل ما نبتدي اللونج ديفيجن بتاعنا لازم نعرف كل مكان في الديفيجن اسمه ايه. اول رقم اللي هو 196 بيبقى اسمه dividend، وتاني رقم اللي بعد علامة الديفايدد اسمه ديفايزر، والريزلت اسمه كيوتنت. We will follow these five steps in our long division. دايما لازم نطبق الخمس خطوات دولت في عملية القسمة المطولة long division. أول حاجة بنعمل compare, multiply, subtract, then down and repeat. يلا بينا نشوف ازاي. هنبتدي برسمة السلم دي وهنكتب جواها الديفايدند وبرا الديفايزر والكيوتنت ريزلت هتبقى فوق. كتبت أول رقم الديفايدند جوه السلم 196، وكتبت الديفايزر اللي بعد علامة الديفايدد 2 بره السلم. ونبتدي نطبق الخمس خطوات اللي احنا خدناهم دلوقتي. هنمسك اول رقم اللي هو عندي 1 وهنعمله كومبير بالرقم اللي بره. هنشوف هل 1 ده greater than 2 equal 2 or less than 2. So we found that 1 is less than 2. 1 أقل من 2 يبقى ما ينفعش أعمل له divided. طيب أعمل إيه؟ أقوم عاملة extension للخط الأحمر وهاخد رقمين مع بعض. هاخد 19 وأشوفها طبعا هتبقى greater than 2، فأقدر دلوقتي أشوف multiply by 2 اللي يديني 19 أو أقل. طبعا 19 is an odd number يبقى أشوف الرقم الأقل منها even number، لأن 2 كل multiplication table بتاعها even numbers. فايه الرقم اللي اضربه في 2 يديني 19 او اقل؟ برافو عليكو، 9 times 2 equals 18، اقل من 19 برقم. فهروح اكتب 94 and then multiply. يبقى اول خطوة عملناها we compare 1 مع 2 لانها اقل فخدنا رقمين بقوا 19 divided by 2. تاني خطوة عملناها multiply بنشوف كام times 2 هيديني 18، لقينا 9 times 2 equals 18. هنكتب ال 18 تحت ال 19، then هنعمل تالت خطوة subtraction. يبقى هعمل 19 minus 18 والريزلت بتاعي هيكون 1، لأن 9 minus 8 1 and 1 minus 1 equals 0. رابع خطوة هنعملها down، هننزل 6 down جنب الريزلت الباقي 1. طيب هنبتدي نشوف 16 كام تايمز 2 هيديني 16. طبعا احنا المفروض ان احنا حفظنا جدول الضرب sum، عشان كده هيكون
الديفيجن سهل، غير كده مش هعرف احل الديفيجن. لازم اكون حفظت كل جداول الضرب from 1 to 10 مية زي اسمي. طيب كام تايمز 2 هيديني 16؟ برافو عليكو 8. يبقى هكتب 8. So 8 تايمز 2 equal 16. بنزل اكتبها تحت وهعمل subtraction 16 minus and the result is 0. So 196 divided by 2 equals 98. So we move to another example. 252 divided by 7 equals كام؟ الريزلت هيكون كام؟ طبعا الرقم 252 رقم كبير، يبقى لازم اتحول لللونج ديفيجن. اروح ارسم السلم بتاعي وهكتب 252 جوه وال7 بره، واعمل compare multiply subtract down and repeat. عملت السلم بتاعي وكتبت 252 جوه و87 كتبتها بره، وابتدي اعمل اول خطوه compare. هقارن اول رقم 2 بال7. طبعا 2 is less than 7 فمش هقدر اعمل لها division. هعمل ايه؟ هبتدي اخد الرقمين الاولانيين 25 واشوف كام تايم 7 هيديني 25 او رقم قريب من ال 25. 3 تايم 7 equals 21. لو انا مش عارف اجي اقعد اسمع جدول الضرب في دماغي 7 تايمز 1 equals 7 7 تايمز 2 equals 14 7 times 3 equals 21 7 times 4 equals 28. ما تنفعش لان انا عديت ال 25، فهاخد 7 times 3 equals 21 واكتب ال 3. So 3 times 7 equals 21 هكتبها تحت ال 25 واعمل ال subtraction 25 minus 21 5 minus 1 هيبقى remainder 4 and 2 minus 2 equals. هعمل رابع خطوة down للرقم اللي بعد 25 اللي هو 2 وحطه جنب ال 4، هيبقى عندي 42 divided by 7. كام تايم 7 يديني 42؟ مش فاكر، معلش ارجع تاني اسمع جدول الضرب في دماغي. 7 times 1 equals 7 7 times 2 equals 14 7 times 3 equals 21 7 times 4 equals 28 7 times 5 equals 35 7 times 6 equals 42. So it's 6. 6 times 7 equals 42. يبقى هكتب 64 واضرب 6 times 7 equals 42 واقوم كاتباها تحت ال 42 واعمل تالت خطوة subtraction 42 minus 42 and the result will be 0. So 252 divided by 7 equals 36. That was the result from the long division. ناخد آخر example. 536 divided by 4 هتساوي كام؟ الرقم ابتدى يكبر اكتر واكتر، يبقى لازم نلجأ لللونج ديفيجن. اروح ارسم السلم بتاعي واكتب 536 جوه وال 4 بره، واعمل الخطوات بتاعتي compare multiply subtract down and repeat. عملت السلم بتاعي وكتبت 536 جوه والفور كتبتها بره، وكتبت 4 بره، يبقى 536 divided by 4. واجي واخد اول رقم 5 وقارنه ب 4،
المره دي 5 اكبر من ال 4. طيب يبقى هشوف كام تايمز 4 هيديني 5 او اقل. 4 تايمز 1 equals 4 so قريبه من نمبر 5 يبقى هي 1. يبقى 1 تايمز 4 equals 4 اكتب 1 فوق واضربها في 4 هتديني 4 هكتبها تحت ال 5. then we will do subtraction 5 minus 4 equals 1. بعد كده هطبق رابع ستيب اللي هي داون، هنزل رقم 3 جنب ال 1. يبقى انا عندي دلوقتي 13 divided by 4. ايه الحاجه اللي هضربها في 4 تديني 13 او اقل، اقرب رقم لل 13؟ مش فاكر. طب تعالى نسمع جدول الضرب. 4 times 1 equals 4، 4 times 2 equals 8، 4 times 3 equals 12. 12 قريبه من 13. ايوه خلاص، يبقى 3 times 4 equals 12. يبقى اكتب 3 جنب ال 1 4 واضربها في ال 4 تديني 12 هكتبها تحت ال 13. then subtract يبقى 13 minus 12 هيديني 1. بعد كده ال step down هنزل ال 6 جنب ال 1. يبقى عندي دلوقتي 16 divided 4. افكر في دماغي كام تايمز 4 بيديني 16. احنا وصلنا ان 3 تايمز 4 هيديني 12. يبقى 4 تايمز 4 equals 16. يبقى هكتب 4 واضربها في 4 تديني 16 اكتبها تحت ال 16 اللي انا كاتباها تحت. then subtract 16 minus 16 will give us and here you are the result of dividing 536 divided 4 equals 134. That was all for now. ممكن ناخد الهومورك ده نحله، والحلقة الجاية هنشوف عرفتوا تحلوه صح ولا غلط ونعرف الحل الصح. 195 divided 5، 384 divided 6، 201 divided 3، 824 divided 8. See you in my next video. Hope it was easy for you. Goodbye. Bye bye.